السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، رحب فيكم في برنامج الديوانية على قناة الرياضية السعودية، ورحب بضيوفي في حلقة اليوم حفظ الألقاب خليفة الملحم محمد شيلية، عبد الرحمن مشبب، عايض بن عبود، محمد البركاتي وفهد الزهراني. يسعد مساكم جميعا. مساء الخير. النصر يبدأ مشواره في دوري الثمانية من أبطال آسيا بمواجهة العين في الذهاب. تفاصيل هذه المباراة في التقرير التالي. يبتدئ مشوار الربع النهائي من دوري أبطال آسيا عندما يحل النصر ضيفا على العين الإماراتي على استاد هزاع بن زايد في الإمارات يوم الاثنين عند الساعة 7 مساء. النصر وصل إلى الربع النهائي بعد تغلبه على الفيحاء ذهابا وإيابا في دوري 16، ويطمع في الظفر بنقاط الذهاب لتسهيل مهمته في الإياب في ظل مشاركة السداسي الأجنبي رونالدو وتاليسكا وأوتافيو وبيهيتش ولابورت وأسبينيا العائد من الإصابة. كتيبة كاسترو منتعشة آسيويا بالنتائج الإيجابية رغم تذبذب مستواه في آخر 4 جولات وفوزه على الشباب بصعوبة وتعادله في الجولة الأخيرة أمام متذيل الترتيب الحزم، فيما تأهل العين إلى الربع النهائي بعد تغلبه على ناساف الأوزبكي إيابا بهدفين مقابل هدف، فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. النصر والعين سبق وأن التقيا في مواجهتين، فاز النصر في واحدة وفاز العين في الأخرى. تمنياتنا للنصر بالتوفيق في مباراة الذهاب أمام شقيقه العين الإماراتي. الأخبار غير سارة أبدا للنصراويين. المعسكر الأصفر شهد إصابة نجمه تاليسكا في تدريبات اليوم، ماني التحق بالبعثة مساء للمشاركة بديلا عن اللاعب تاليسكا. دكتور خليفة، مدرب النصر اليوم في المؤتمر تكلم عن عدم جاهزية أسبينا لتضرر الفريق من الإصابات، زادت الأمور صعوبة بإصابة نجمة تاليسكا. إذا تتذكر يا أبو نواف، بعد مباراة الفيحة كنا جميعنا أجمعنا أنه النصر مؤهل عن العين، بالنسبة لي لازال مؤهل، لكن الإصابات مقلقة مزعجة. المباراة الأخيرة للنصر خلت جزء كبير من الجماهير اللي كانت متفائلة ومتوقع الفوز بسهولة تحط يدها على قلبها. أسبينا ممكن يلعب هو غير جاهز، عدم وجود الغنام كظهير أيمن مزعج، اليوم إصابة تاليسكا وهو أبرز لاعب في الفترة الحالية. نعم تاليسكا. والملاحظ أنه من بعد عودة المنتخب النصر مو قادر يفوز بمباريات إلا بصعوبة، عنده مشاكل دفاعية، تلقى أهداف في جميع المباريات باستثناء مباراتي آسيا مع الفيحة، وتلقى 4 أهداف في آخر شوط قبل الالتجاه الأسيوية. هذه خلت الكل حاط يده على قلبه، إيش ممكن يصير بكرة؟ بالنسبة لي متفائل إن شاء الله أنه أسباب تفاؤلك طيب أنه يظل النصر على صعيد الأسماء أفضل. طيب كابتن محمد، غير موضوع الإصابات، هو المستوى الفني اللي النصر يقدمه في الجولات الماضية من بعد التوقف مستوى غير مقنع لجماهيره، كثير من الأخطاء والعيوب موجودة في الفريق. مدرب الفريق أيضا في كذا لقاء يتكلم عن الأخطاء الفردية، يتكلم عن كم الأهداف اللي يلج مرمان وهذا لا يليق بفريق منافس. واضح أيضا أنه مدرب الفريق النصراوي يعيش في مرحلة صعبة من خلال سوء النتائج والمستويات اللي قدمها الفريق. ما في شك الجميع شاف أن الفترة الشتوية النصر ما أعدها إعداد جيد، روحته للصين وتكلمنا في الكلام هذا من أول. بس المشكلة الكبيرة اللي الأخطاء الدفاعية اللي في كل مباراة قاعدة تحصل، وما في تحسين فيها. وهذا شغل المدرب المفروض يعني يكون
يراجع الأخطاء مع اللاعبين. يعني مع مباراة الحسم الأخيرة أخطاء دفاعية ما تحصل في فريق مثل النصر، وما في ما في إيجابية من المدرب إنه يحسنها من مباراة الأخرى. هل الأدوات كابتن محمد شلية اللي موجودة عند كاسترو، تكلم بالذات اللاعبين الأجانب، قادرين يعني يكون عندهم المرونة التكتيكية حيث إنه يطورون نوعا ما من أدائهم؟ يعني أنت تشوف مثلا ملاحظة فريق النصراوي، فريق أنت منافس ما يعرف يضغط، يعني أي فريق يلعب ضد النصر يبني مرتاح، ينقل الكرة مرتاح بدون ما يواجه أي ضغط من لاعبين النصر. صحيح، إحنا الملاحظ إنه دفاعات النصر خاصة لابورت يعني الفترة الأخيرة تحس إنه يلعب على الواقف كذا، ما هو القيادي اللي يشيل دفاع النصر، وكانت أخطاءه كثيرة. السلطان طبعا الغنام لا غبار عليه في الجهة اليمين، اللجامي والعمري هم اللي يلعبون مع، قبل التوقف كان لجامي وبعد التوقف بعد العمري الرجال العمري، فتحس انه المدرب برضو مو حاط ما هو ثابت على اختيار على خيار معين. ايوه، في اسيا اتوقع انه حيختلف الوضع. طبعا النصر والعين كلهم ترتيبهم الثاني في الدوري بنفس النقاط تقريبا، النصر 9 نقاط عن الاول والعين عن الوصل 8 نقاط، وعندهم مشاكل في الدفاع، الفريقين عندهم مشاكل دفاعيه. نعم، ميزه النصر انه عنده حلول هجوميه، وايضا العين برضو عنده حلول هجوميه، سفيان وولابا. نعم، مع انه يقولوا انه ولابا يكون مصاب، فالتشابه كثير في مباراه اسيا، خصوصا انه نعرف انه 5 لاعيبه هو لاعب اسيوي. فان شاء الله نكون متفائلين، نقول ان شاء الله. طيب عايد، والله شوف يا ابو نواف، يعني حال النصر الفتره الحاليه مو جيد، يعني عطفا على 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 المباراه الاخيره اللي مع الحزم. يعني احنا يمكن من بدايه الموسم كلنا، يعني كل الناس النقاد والمحللين يتكلمون عن موضوع المشاكل الدفاعيه وعمليه الضغط، يعني حتى ما نقول ضغط عالي، حتى لو ضغط من منتصف الملعب النصر حتى يفشل حتى في ضغط منتصف الملعب. هذه مشكلة، يعني حتى في منتصف الملعب يعني يمكن ما في إلا خيبري وتافي هم اللي قادرين يعني يعملون ضغط، يعني حتى بروزوفيتش يعني لاعب في الضغط ما هو جيد وفي الافتكاك ما هو جيد، لكن يدير لك منتصف الملعب، يعني في عملية طلبة للكورة، في عملية تحركة، في عملية والثلاثة اللي قدام لا طبعا ما في، والثلاثة اللي قدام يعني ماني استثنيه من تلسكا نوعا ما، يعني نوعا ما لا جيد في ظهيرة والمساندة الدفاعية، لكن هذه المدرب كلها من بداية الموسم ما وجد لها حل. طبعا أنت يمكن سألت كابتن محمد، بس هل يقدرون اللاعبين؟ أنت سألت محمد عن هل الأدوات، لا الأدوات ما تساعد كاسترو للأمانة. يعني الأدوات عملية الضغط كل الناس كانوا يتكلمون النصر بحجم فريق بحجم النصر، ليش ما يكون عنده ضغط عالي؟ خلي الضغط العالي، ليتك انت يعني على الاقل انت فاقد الميزه هذه لضعف الادوات اللي عندك في عمليه الضغط العالي، على الاقل بس على الاقل انت لما يفقد النصر الكوره تبدا مشاكله. النصر معاه الكوره من بدايه الدوري كان جميل، الان في الفتره الاخيره صار حتى ومعه الكوره صار بطيء جدا، صار بطيء، وصارت الميزه اللي عنده صارت ما عاد عنده، لكن العيوب موجوده مع من بدايه الموسم. صراحه النصر يعني انت تقول كاسترو ما لقى الحل. انت اوكي ما تملك الادوات اللي تخليك تضغط بشكل كويس، يجب انك تلاقي فكره ثانيه، الفكره الثانيه ما قدر على كاسترو اللي بسبب بسيط، لانه لازم يستغني نعم، يعني في مباريات، يعني على سبيل المثال انا لما قابل الهلال وانا عارف الهلال ايش هيعمل فيه، انا استغني عن تاليسكا، العب ايمن يحيى. يعني كاسترو وقف متفرج في مباراة الشباب اللي صارت مسرح عمليات جهة علي لجامي. علي لجامي نعم، كان مفترض يعني يتصرف بدري. يعني انت شايف قدامك، يعني احنا خلف الشاشات ممتاز، هذه ما لها دخل في الادوات، هذه لها دخل فيه. نعم هي الادوات ما تساعده، لكن هو زاد على انها ما تساعده انه ما قادر يتعامل معها. هو ما يحاول، انا ما سبق شفت النصر السنه هذه يحاول يضغط في الامام، ما يقدر دكتور عندك بروزوفيتش، يعني عندك لاعبين يقدرون يضغطون، لا 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 ما يقدرون، هو ضغطهم ضعيف، هم ادوارهم ضعيفه،
يعني هذول نوعية لاعبين. أنا أتكلم عن ضغط دفاعي. أنا فاهم هجومي. حتى ضغط هجومي. هذول نوعية لاعبين يحتاجون ناس يخدمون عليهم. أي أدوار ثانية أدائهم لها بشكل ضعيف جدا. يعني حتى لو سووها يسوونها بطريقة ضعيفة. الشيء الثاني موضوع الضغط، لازم الفريق كله بشكل كامل يضغط، مو بيضغطون اثنين ثلاثة. فالنصر يعني في هالجانب ما هو عندك إضافة؟ الإضافة أنه أبو نواف حتى في منتصف الملعب، يعني شفت مباراة الشباب يعني مرور الكرة في منتصف ملعب النصر، يعني أنا أخذت أكثر من لقطة يعني كانت محزنة للأمانة. نعم. ما تدل على فريق كبير بحجم النصر. يعني محاورة الشباب كان يستلمون الكرة في منتصف الملعب، مو بالمحاورة حتى السناتر. عملية التبريرات في منتصف الملعب كأن ما في خط، يعني أربع لاعبين في منتصف الملعب النصر لعبة النصر ينضربون في باص واحد. تروح للمدافعين، يعني ترى يعني مشكلة إحنا يعني نلقي باللائمة على الدفاع بشكل كامل. صحيح. والمشكلة تبدأ ترى من منتصف الأمام. تبدأ من الأمام، يعني الفريق منظومة كاملة. يعني حتى الضغط على عبد الله الخيبري اللي قدم أفضل مستوياته الآن في الفريق. الناس تقول لك النصر ما عنده محور، والمشكلة هي أصلا تبدأ من نعم. من الأمام. طيب عبد الرحمن، خلينا نروح لجهة ثانية. النصر كان يؤدي أداء مميز في قبل الفترة الشتوية والتوقف. هل هنا مثلا نقول إنه اللاعبين يتحملون المسؤولية الأكبر في ظهور الفريق في الفترة اللي راحت بهالمستويات؟ شوف، أنا ما أقدر أحدد لك النسبة أنهم أكبر أو، لكن هم يشتركون اللاعبين، لأن أحيانا الضغط دائما يكون على المدرب. كاسترو يعني واجه انتقاد كبير. كاسترو يتحمل، اللاعبين يتحملون. يعني دائما المنظومة ما تكون على يعني جهة معينة. مسؤولية قصدك؟ مسؤولية أو مسؤولية على يعني مدرب أو على اللاعبين، كلهم مشتركين. لكن يمكن فترة الإعداد ما كانت جيدة، حتى يمكن اللاعبين انه ما هم في مستواهم. فترة الإعداد يعني نعرف الظروف اللي مروا فيها. فترة التوقف مش الإعداد. الإعداد اللي في التوقف. التوقف. أنا أعتبرها يعني فترة إعداد جديدة، لأن 45 يوم كأنها بداية موسم. فأعتقد النصر يعني ما كان ما وفق، بالرغم انه يعني فارق النقاط قليل ويحمسه اكثر انه ينافس على الدوري. يعني حتى انتم تنتقدون مثلا الضغط الهجومي والدفاع يعني وضعه غير جيد، الوسط برضه، يعني وش بقى في الفريق؟ يمكن انا اخذ مثلا هذا هو الاساس في 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 عمليه. يعني انت لما تكون فريق هجومي، اذا لا تملك الضغط ولا تملك قرب المسافه ما بين المدافعين والبقية اللي هم لآخر مهاجم، أي. إذا صار في مساحات مثل اللي أنت قاعد تشوفها هنا، ضعف فني بالتأكيد يتحمله مدرب الفريق. إذا طيب. صار طال عمرك أنت تقبل 30 هدف وأنت منافس على دوري، هذا خلل فني. مدرب الفريق له المسؤولية أكبر في هذا الموضوع. العناصر موجودة. لا، أنت يجب أنك أنت تعرف تتخذ الأسلوب المماثل، ويكون عندك المقدرة للسيطرة على المجموعة اللي موجودة. طيب اللي واضح مدرب النصر في الفترة الأخيرة، يعني الشيء اللي قاعد يسويه بروزوفيتش مثلا فوضى أكثر مما هو التزام. طيب. يعني في كل مكان متواجد على حساب الخانة، على حساب المبالغة في المراوغة، البطء الأداء. أنت ما أنت بقادر تسيطر على هالنجوم برضو. طيب هذا اللي ظهر لنا إحنا. هو سيطر عليهم بالفترة الأولى قبل التوقف. ممتاز. كان النصر ممتاز. لأن النتائج ماشية. أنت الآن متى تظهر الأزمة وتظهر هنا شخصيتك في قيادتك في مثل هل المجموعة بالضبط. هذه السيطرة عليها بالضبط. هذا اللي كنت أقوله دائما، المدرب إذا تبغى تحكم عليه أحكم عليه في الأزمات اللي يمر فيها. سواء من إصابات، سواء من تغيير شيء معين، أزمة معينة، حتى قراءة المباراة في أزمة معينة. لكن أعتقد مباراته أمام العين يعني ظروفهم شبه متشابهة، يعني الدفاع في الفريقين يعني ضعيف، حتى الإصابات، يعني الهجوم. يعني أنا أعتبر النصر محظوظ أنه بيغيب لابا، هداف يعني من الطراز العالي. ثلاث مواسم يأخذ هداف الإماراتي، والموسم هذا متصدر الهدافين. لكن برضه في نفس الوقت يعني عنده سفيان رحيمي، هذا لاعب خطير جدا، وبرضه ترى ثاني وصيف الهدافين في الإمارات، وحتى في الدوري أبطال آسيا من الهدافين، عنده 6 أهداف أعتقد. عندك كاكو لاعب التعاون السابق، قدم أرقام قياسية، وحتى هو اللي طلب أنه يخرج من التعاون. فعنده لاعبين يعني على مستوى عالي. يمكن العين أيضا محظوظ
بغياب تاليسكا ايضا. يعني صحيح بس ان يعني الاستقرار اللي فيه العين افضل نسبيا. العين ترى ما اختبر يعني حتى مجموعته كان ضعيف، الفيحاء بختكور واهالي تركماني وتاهل وقابل نساف، يعني ما اختبر، يمكن بكره امام النصر بيختبر اختبار حقيقي. واعتقد ان المباراه الاياب هي اللي بتحسم، يعني مباراه بكره ظروف متشابهين، يعني اعتقد بيقولون يلا التعادل للفريقين يعني مناسب، وبعدين في الاياب بيكون هو الحسم. ممتاز. عوده فهد سلطان الغنام عزيز في الجهه اليسرى، غياب لاعب من الثلاثه اللي قدام في النصر المهاجمين، حيكون في ادوار لاعبه في خط الوسط ممكن تساعد الفريق انه يظهر من الناحيه الدفاعيه بشكل افضل. والله شوف ابو نواف، بالنسبه للخيارات الموجوده الحين امام كاسترو، انه يعني في ظل لو تاكد فعلا غياب تاليسكا، وهي الحقيقه يعني انا اشوف انها يعني ضربه موجعه للنصر ليله المباراه، ويمكن من الاشياء المزعجه جدا للمدربين وللفرق اللي تستعد لخوض مباراه يعني حاسمه ومهمه. يمكن الكابتن محمد شلي وافقني الراي، اصابه لاعب ليله المباراه لاعب مهم زي تاليسكا يعني خبر مزعج. لكن بالنسبه للبدلاء يعني اعتقد انه النصر يعني في الحالة هذه يمكن عنده في وسط الملعب عبد الله الخيبري، في النجعي، فيه صليهم يؤدي أدوار جيدة أيضا. ماني الآن بالنسبة كبديل في الطرف يعني قد يشكل خطورة على يعني في الهجوم النصراوي. شوف اعتقد ابو نواف يعني يقولون يعني انا اشوف الاصابات في النصر لا تاتي فرادى، يعني مدرب طلع من ازمه اصابات او دخل في ازمه اصابات ثم تردي في النتائج او تراجع في المستويات. وبعدين انا قرات تقرير قبل كم يوم يقولون النصر بسبب اللي هو الدفاع المتقدم ولج في مرمى اهداف كثيره، انه في بعض المباريات يحاول يبني من منتصف الملعب وفي اندفاع يعني بالنسبه للاعبين الخط الخلفي ادى الى ولوج اهداف كثيره في النصر. ايضا احيانا الـ يعني عامل يعني التغيير في التشكيله يعمل لخبطه احيانا في الفريق، زي ما تكلمتم اليوم على موضوع وسط الملعب، في بعض المباريات النصر يظهر وكأنه فعلا الخطوط ليست متقاربة، في تباعد في اللاعبين. يمكن شفنا كريستيانو رونالدو في كثير من المباريات يكون غاضب بسبب يعني ضياع فرص أو عدم إيصال كرة بالشكل المطلوب. لكن ما في شك أنه يعني غدا المباراة يعني صعبة على النصراويين، صحيح الظروف متشابهة بين الفريقين. العين يعني عنده تقريبا ست انتصارات وتعادل وخساره، بينما النصر عنده ست انتصارات في يعني مشوار البطوله وتعادل وست انتصارات وتعادلين تقريبا. نتمنى التوفيق للنصر ان شاء الله. يعني من المهم جدا انه ما يتلقى اهداف في مباراه الغد، مهم جدا حتى تعطيه اريحيه ان شاء الله في مباراه الاهداف. ما عاد تفرق الحين الاهداف، ما عاد تفرق، اهم شيء انك تطلع بنتيجه ايجابيه سواء بالفوز او التعادل حساب الاهداف طبعا، لكن الاهداف ما عاد فيه. صحيح، بس انه اي هدف يعني مرماك يعني اسهل كثير اني خلاص يعني انا هزمت باكثر من هدف، هاي استمرار المشكله اللي موجوده. نتمنى التوفيق للنصر ان شاء الله. النصر طيب محمد، اليوم انا صراحه مستغرب من شيء، كيف الفريق يسافر بالخمسه لاعبين اجانب فقط؟ يعني اليوم انت تحط في اعتبارك كمدرب للفريق انه قد تحدث اي ظرف او قد يحدث اي اصابه لاي لاعب، كيف ما هو موجود معاك اللاعب السادس؟ يعني هنا برضو نتكلم على جوانب إدارية. فنيه اداريه. نعم. فنيه اداريه تبين لك الخلل اللي موجود. يعني ماني اليوم مفروض انه متواجد يتمرن مع الفريق في اليومين اللي هذه، سواء في التدريبات الأخيرة ما قبل المباراة أو التدريبات اللي موجودة اليوم في مدينة العين، عكس أنك أنت الآن تستدعي لاعب يومين ما تدرب، لا ما هو جاهز أصلا، ما هو محضر، تكلم التحضير للمباراة. هذا أشياء يمكن أكيد أنه جوانب مشتركة إدارية زي ما ذكرت ابو نواف وفنية. أكيد أن النصر في مرحلة بعد التوقف، في مرحلة أعتقد عدم اتزان، أو مرحلة أسميها ما وفق فيها النصر في إعداد الفريق بشكل اللي كان متوقع أنه يدخل في رتم صعب. نشوف اليوم النصر في ثمان جولات
يستقبل 15 هدف رقم كبير. نادي النصر من كان من المرشحين قبل التوقف انه يستمر في مواصله زحفه نحو الصداره. اليوم كاسترو زي ما ذكرت في نقطه مهمه هي الفوضى اللي جالسه تصير داخل ارضيه الملعب. الشيء الاساسي في الدور الثاني هي جلب الانديه في الدوري للاعبين واللحاق بما يمكن لحاق يعني ادراك ما يجب ان يكون متوفر لدى الانديه لعدم الهبوط. يعني نشاهد اليوم الانديه بدات تتطور، الحزم فارق الدور الاول، كيف كان الحزم الدور الاول؟ كيف اليوم واجهته في اخر مباراه وتعادلت معه 4-4؟ هذه اشياء يجب ان يعمل لها الف حساب كاسترو. أيوة. في المباريات القادمه. مباراه العين مباراه متشابهه المعالم. الشيء الاهم في نادي النصر القوه هجوميه ضاربه 64 هدف المقابل نادي العين 36 هدف، فارق كبير. يعني نتكلم عن نصف قوه هجوميه ضاربه بتواجد تاليسكا اكيد اليوم الآن. انا جايك بالحديث ابو نواف، جايك بالحديث إيه؟ انه اليوم فقدنا لاعب بحجم تاليسكا. تاليسكا كان هو المنقذ في اخر 4 مباريات أو 5 مباريات، كان هو اللاعب الافضل، هو اللاعب الوحيد اللي عنده نجاعه هجوميه في ظل الغياب التام للمهاجمين. لكن اعرف انه اليوم كاسترو يجب ان يعلم تماما انه نادي العين عنده مشاكل دفاعيه. النادي النصر سبق ان انتصر على العين في استاد هزاع بن زايد، كنا نذكر المباراه اللي انتهت 2-1. يجب ان يستقل نادي النصر انه من المستحيل ان تواجه نادي العين بعدم وجود لاعب مثل لابا. لابا هو اخر لاعب سجل في نادي النصر، انتهت المباراه 1-0 اللي كانت في دور المجموعات في قطر في 2019. فيجب انه يكون لدى كاسترو منهجيه واضحه في عدم الخروج بهذه المباراه يعني بنتيجه زي ما ذكر فهد بأكثر من هدف، لأن أعتقد أن النصر قادر وقادر بشكل كبير أن ينتصر في ظل الفوارق الفنية وفي ظل الفوارق البدنية للاعبين المتوفرين اليوم في نادي النصر. أسماء كبيرة تتكلم عن قيمة سوقية عالية جدا بين نادي النصر وبين نادي العين. فاليوم أعتقد أن النصر بكل أمانة هو الأفضل، حتى وإن كان هناك في دروب كبير في نادي النصر. أعتقد النصر قادر متى ما كان اللاعبين يدركون حجم المسؤولية. أنت الحين سببتها، قادر متى ما. نعم. هذه متى ما لها اليوم لازم استشعار المسؤولية أبو نواف يا حبيبي. من قضية مسؤولية فقط، أنت الحين لما يصير عندك مشكلة في 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 مدرب زائد هبوط في مستوى لاعبين زائد سوء خيارات، هنا الآن كل واحد ما هو عارف وين المشكلة بالذات، وين سببها بالضبط عشان تقدر أنت تحلها. يعني اليوم في عندك اخطاء موجوده تساهم بانه الفريق يقول لك لا انا المشكله مش من عندي، من عند الثاني او الثالث. يعني فهمت الفكره كيف؟ انا عارف، بس اليوم عارف ابو نواف انه في بعض المباريات يشيل اللاعبين، ويمكن ابو كابتن محمد عارف هذا الشيء بشكل كبير، خصوصا المباريات اللي تكون مباريات خروج مغلوب، مباريات حاسمه مثل دوري ابطال اسيا. نعم نواف، حتى اذا سمحت لي بس اعتقد يعني احنا ان شاء الله ما يصير الشيء هذا. لو اصيب اسبينا أو طرد، ترى اللاعبين حتى يعني لما يحس فيه دكة احتياط، لما يكون فيه ترى حتى لهم، سواء كان أنه يكون فيه ثقة لاعب بديل مثلا، أو حتى معنوي أنه يثبت وجوده يكون أساسي يستمر حتى نهاية المباراة. فهذه خطيرة يعني. الحارسين الاحتياط فارس وأعتقد الثاني العتيبي من درجة الشباب، فهذه مشكلة كبيرة. احنا ما نقول بس هذا افتراضي، بس أنا بسألك عبد الرحمن الحين سؤالي. النصر أكبر مشكلة في الإصابات وينها فيه؟ حراسة المرمى. حراسة المرمى وش نوعية الإصابات بعد؟ أنا فاهم. إي نعم، نوعية الإصابات. حراسة المرمى في النصر في الأربع مباريات اللي راحت كانت هي الأقل تأثيرا في النتائج. يعني المشكلة الأساسية مش ما كانت يعني محصورة في حراسة المرمى. صحيح. وليد كان حل في مباراة الشباب. صحيح. راغد كان في أيضا حل في بعض المباريات اللي كانت موجودة، سواء أمام الفيحة في دوري أبطال آسيا أو في مباريات الدوري. لكن الخلل الأساسي اللي موجود عندك داخل العشرة لاعبين اللي أنت تختارهم اليوم، تشوف مستوى العمري اللي فيه نزول واضح، وأنت تفضله على لجامي لاعب المنتخب اللي توه جاي من كأس آسيا. يعني برضو في قرارات أنت تتحملها مشكلتك. صحيح أنا معك، لكن أنا أقول كافتراضي هو شيء جيد حتى رجحه أسبينا. يعني الفريق يعني يحتاج إلى
اعتقد فتره من التوقف ثانيه، لكن يمكن يعني الفريق المنافس يمكن ما يكون في يومه، يمكن سواء مباراه امام العين او حتى بقيه مبارياته، وكل النصر حظ في العوده باذن الله. ممتاز. هو قال في المؤتمر ابو نواف انه احنا تلقينا 30 هدف تقريبا، وكان عندنا يعني كان المدرب كاسرو يلقى باللوم على خط الدفاع او طريقه فرديه على اللاعبين. اي يعني نعم. وكنت اتمنى انه هو يعني يتكلم على جوانب يعني ممكن ضعف المستوى او مثلا اداء سيء في الجوانب الدفاعيه في الفتره الماضيه بدون الحديث او تخصيص على خط معين، او كان يلقي باللوم على خط الدفاع، بينما الفريق مفترض انه يشتغل كمنظومه واحده، يعني لابد يكون في مسانده، لابد الفريق يكون كتله واحده. تركها يعني اكثر من مره، وهذا يعني انا اعتقد انه يعني ممكن في نقطه فهد. اي المدرب ايش هو؟ المدرب هو نظام في الملعب، لعيبه النصر حتى في الركلات هذه اللي انا بتكلم عنها، الركلات الهدف الرابع من ركله ركنيه، كل واحد يعني دفاع منطقه، دفاع منطقه ولا احد يماشي. هذا 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 شغل مدرب، هذا شغل مدرب، هذا شغل مدرب. عشان ممكن انت تقول لي اخطاء فرديه وانت انت ورج مرماك من الكوره الثابته اهداف كثيره جدا. نعم. الهدفين الاخيره اللي في المباراه الحزم يعني كلها بسبب تكتيكك. إيه واضح نعم، كرتين ثابتة وكرتين ملعوبة، واحدة منهم هدف مرتد الهجمة لك، فهي سوء تمركز. كان الأولى يقول إحنا ممكن يعني مفترض إنه إحنا نعيد ترتيب أوراقنا مثلا في الجوانب الدفاعية. تحدثت مع اللاعبين انه احنا نريد ان نعزز الثقه، يعني حديث عن بعض مساله حديث، يعني اليوم حديث في المؤتمر الصحفي مساله تمارين بس هو صادق. ما هو حديث، موضوع اليوم هو حديث رمي اللوم بالكامل على المدافعين في مباراه حاسمه او في مؤتمر صحفي يخص مباراه حاسمه. ثلاث محاور اعتقد انها غير موفقه من المدرب في مرحله دحين المباريات الاقصائيه. دحين اللاعبين لازم يحسوا يشعرون بالمسؤوليه. نعم كل من اعرف ان المباراه دي خروج مغلوب، الناس كلها بتشوفك، الأسهمك ترتفع فيها، لازم تبذل مجهود فيها غض النظر عن مدرب في عيوب ولا في أي شيء. مباراة الإقصائية هذا شغل لعيبة في وسط الملعب. صحيح. طيب كابتن محمد، النصر في سلطان الغنام لاعب دولي، لاعب منتخب، لجامي كذلك، لابورت لاعب منتخب أسبانيا، أليستيليكس في منتخب برازيل سابقا وفي مانشستر يونايتد، يعني قاعد تتكلم على جوانب الفردية اللي عناها المدرب هي لعيبة منتخبات في الأصل. لكن أنت مدافع، لما فريقك دائما مكشوف وتتعرض للهجوم حتكثر أخطائك، حتفقد الثقة أنت في المنظومة حقتك، حتزيد أخطائك، عكس لما يكون الفريق منظم أنت كمدافع تشعر بارتياح أكثر، تركيز في المهام اللي موجودة أكثر. حتى الثلاثة اللي أمام المدافعين الخط اللي أنا تكلمت عنه كلهم دوليين، وتعافي وبروزوفيتش عبد الله الخيبري. لا هو الواضح في التكاليف، المدرب ما عنده ابتكار، نشاهد اشياء كثيره في مدرب النصر دائما يعتمد على اسماء اللي تكون بديله، ما عنده تنوع وتغير، يوم غياب عبد الرحمن غريب اكثر كذا. استاذ في اتكاليه في التغطيه، من يندفع من يرجع يغطي، في اتكاليه بين المدافعين نفسهم. زي ما قلت انت برضو العمري كان احتياط والجامي اساسي، راح المنتخب رجع تحس انه في يعني عشان راح المنتخب ما بلعب، ما نعرف ايش المشكله. نعم. طيب خلينا نقول انها تعتبر مفاجاه الغياب بروزوفيتش، عدم اختياره في التشكيله الحاليه، وهو اللاعب المهم، اللاعب الخبره، اللاعب اللي انت طبعا تحتاجه في مثل هذه المباريات، غيابه كيف تشوف دكتور خليفة؟ أنت تحتاج الكل واقعيا، مو بس بروزوفيتش، لكن في النهاية أنت لازم تخلي هذا. الآن طبعا اضطريت تترك تاليسكا وبروزوفيتش وتلعب بالموجودين، لكن الملاحظ أنه مدرب النصر مو قادر يبتكر، ما هو قادر يغير شكل الفريق. يعني ممكن يلعب بثلاث محاور بكرة مثلا، فتتساعد الدفاع انه ما يكون الخطر علينا ما دام عندنا مهاجمين او مهاجمين ممكن يسجلون، سواء ساديو ماني او رونالدو يقدرون يسجلون من انصاف الفرص، نصير شكلنا الدفاعي مقبول بحيث انه ما يتعرض زي ما تفضل مبود في مباراه الشباب اخترقوه في الشوط الثاني سبع مرات، الوسط والدفاع سبع مرات، وهذه كانت كثير في شوط واحد، أربع أهداف في شوط أربع أهداف في شوط واحد من متذيل الترتيب. نعم. برضو مشكلة.
مشكلة في الوسط وفي الدفاع. نعم. طيب حناخذ فاصل أول ورجع كمل معاكم في الديوانية، خليكم معنا. رؤيا واقع يبرز روائع عصرنا اللي صممها عباقرة مملكتنا. هم أصحاب الأهداف الكبيرة اللي اجتهدوا لتحقيق أحلامهم في جميع أنحاء العالم وحولوا الخيال إلى واقع. تحدوا الصعوبات واصنعوا النجاح في كل المجالات، الطب، الطاقة، الأبحاث العلمية، التكنولوجيا وغيرها، ويستمر سعيهم المتواصل للتميز والابتكار. يشكلون عالم أفضل ويبنون جسور بين الأحلام والواقع. كونوا معنا لاكتشاف قيادات سعودية ملهمة حول العالم في الموسم الثاني من جسور. إجابات مبسطة لأسئلة معقدة بين الذات والعلاقات. إجابات في مجالات الحياة. نافذة تطل على مشاهد من أرض الواقع. أنا وخواتي مولودين في نفس الشهر، بس ولا واحدة فينا تشبه الثانية. أقول طفلة تعرفين تسوي باستا؟ وانا مغمضة. شفتي؟ بعد شنو تعرفين تسوين؟ سعاد انا ما كنت ادري اني انا احبك الكثر. البدايات وايد حلوه. في واحد متقدم حق طفله ويبيها يقول يزوجوني. الزواج هم وغم ونكد ومسؤوليه ومحكمه اسره ونفقات. بيتي يا اخي بعد مشاركيني ببيتي بعد. كل سنة أقول هالسنة بتكون أحسن، بس بالنهاية أكتشف أني أنا قاعدة أرد للصفر. ليكون آخر يوم بعمرك. أصبر على النار عشان ما أشوف جهنم. ما حاولتي ولا واحدة بحياتك تفكرين بمشاعر الناس وأحاسيسهم؟ أصلا أنا ما أدري متى آخر مرة فرحت وضحكت فيها من قلبي. أنت ساس البلاوي وساس المشاكل كلها أنتي. لا العين بالعين والسن بالسن والباقي أظلام. حركي بسرعة لننفضح. ننفضح؟ سعد ما وراها غير المصايب. عينك على حلالك دوه. روح شوف المفاجأة اللي ناطرتكم. موضوع في إنه ومو طبيعي. طبيعي أشوفك بعد. الجزء الثاني من الديوانية، نرحب فيكم وأذكركم بضيوفي في حلقة اليوم: خليفة الملحم، محمد شيلية، عايض بن عبود، عبد الرحمن مشبب، محمد البركاتي، وفهد الزهراني. نتكلم الآن عن أبرز أحداث الجولة الثانية والعشرون، لكن تابع التقرير الخاص بها. أسدل ستار النهاية على الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين مساء السبت بتعادل فريق الأهلي مع فريق الفتح بنتيجة هدف لكل منهما. وشهدت الجولة العديد من النتائج البارزة،
حيث تعادل الوصيف النصر مع الحزم 4-4، وحسم المتصدر الهلال الكلاسيكو أمام الاتحاد بنتيجة 3-0. تم تسجيل 30 هدفاً خلال 9 مباريات في الجولة 22، وأشهرت 31 بطاقة صفراء إلى جانب 4 حالات طرد. وكانت مباراة الأهلي والفتح الأكثر تسجيلاً للبطاقة الحمراء، وتعد مباراة النصر والحزم هي المرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين التي تشهد تعادل النصر بنتيجة 4-4. وشهدت مباراة الكلاسيكو التي حسمها الهلال على أرضه ووسط جماهيره تحقيق العديد من الأرقام البارزة والمثيرة، حيث سجل الفرنسي نوغولو كانتي لاعب الاتحاد هدف من ضربة رأسية للمرة الأولى في مسيرته، كما أنه أول هدف رأسي يستقبله الهلال هذا الموسم بالمسابقة. وحطم الهلال الرقم القياسي المسجل باسمه والمتمثل في أطول سلسلة انتصارات متتالية داخل الأرض في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك برصيد 11 انتصاراً. وأصبح سعود عبد الحميد الظهير الأيمن للهلال ثاني لاعب يسجل للفريقين في الكلاسيكو 2021 و2024 بدور المحترفين بعد مختار فلاتة الذي سجل في 2014 و2018. في حين شهدت الجولة 22 غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بسبب الإيقاف لمدة مباراة بسبب أحداث ديربي الشباب، كذلك لم يظهر الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال بسبب تراكم البطاقات الملونة. شكرا للزملاء اللي عدوا لنا هذا التقرير على الجولة 22. ناخذ آراء ضيوفنا عن أبرز ما لفت نظرهم. دكتور، إيش اللي لفت نظرك؟ والله منطقيا أعتقد النتائج منطقية باستثناء مباراة النصر والحزم، لا ما كانت منطقية. باقي النتائج كانت منطقية. لا أنا أتكلم الكلاسيكو طبعا. الكلاسيكو أكثر شيء متوقع يعني. لا أكثر شيء يلفت النظر يعني في هالجولة هذه مواجهة طبعا الهلال والاتحاد بحكم أنها تنافسية. أيوة، إحنا تكلمنا قبل المباراة قلنا أقرب لل الهلال لكن ما راح تكون سهلة، بالذات في الشوط الأول. الاتحاد زي قدم كل اللي عنده في الشوط الأول ووقف في الشوط الثاني. الشوط الثاني الهلال سلطن على الاتحاد، سجل هدفين زيادة وكان ممكن يزيد الغلة، لكن النتيجة النهائية كانت منطقية جدا. وأنا سميتها طاح واحد لأنهم ثلاث مباريات خلصنا واحدة باقي ثنتين، فبنشوف كيف تمشي الأمور بين الفريقين. طاح واحد وبقى وشو؟ باقي ثنتين اللي هي الهلال الاتحاد. الاتحاد والهلال هي ثلاثة كلاسيكو. ثلاثة كلاسيكو ماشي. طيب اللي طاح في الدوري الحين جينا في آسيا، باقي آسيا موضوع لسه مختلف، بنفتح إن شاء الله ملفة. طيب هذا اللي ما يخص الكلاسيكو، بقية النتائج بالنسبة لك منطقية؟ منطقية شوفها. كنت متوقع أنه الأهلي يتفوق على الفتح. وطبعا زي ما قلنا الغير منطقية كانت مباراة النصر والحزم. باقي النتائج لا. طيب كابتن محمد، بالنسبة لي أبرز ما في الجولة استمرار سلسلة انتصارات الهلال في الكلاسيكو، و تعثر النصر من الحزم آخر ترتيب، وأتوقع جماهير الأهلي برضك لها كانت بارزة في هذه الجولة. صحيح. كان لها دور كبير في عودة الفريق إلى 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 المباراة. يعني هذه أبرز ما في الجولة 22. نعم. طيب نجومية سعود عبد الحميد في اللقاء، أعتقد تسجيل الهدف، أعتقد أنه حيكون هدف الجولة. ما هو هدف يعني خلينا نقول لاعب ظهير. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. أعتقد مع أنه في تقليل من الموضوع، هيكون ما هو تقليل يعني، لكن نتكلم على الثقة العالية اللي كانت عليها. صحيح. هاللقطة هذه من سعود الحميد. صحيح، سعود يقدم مستويات كبيرة هذه السنة، وأعتقد أنه هدفه هيكون هدف الجولة.
ممتاز. عبد الرحمن ايش رايك؟ ابو نواف الجوله هذه فيها اشياء غريبه وكثيره. خليني ابدا يعني غير الكلاسيكو كذا، غياب الهداف والوصيف والجوله سجل فيها 30 هدف من اكثر الجولات، يعني هذا يدل على جوده اللاعبين. يمكن ذكر الكابتن محمد برضه جمهور الأهلي صراحة كان كان مفخرة للكرة السعودية. يعني أنت الأهلي يلعب ما هو مع الهلال ولا مع الاتحاد ولا مع النصر، يلعب مع الفتح ما هو تقليلا منه، لكن شوف كيف هذا الحضور وهذا الجمالية للجماهير، يعني فعلا مفخرة للكرة السعودية. التعادل يمكن النصر والحزم برضه يعني كان شيء غريب. أيضا يمكن اللي شوه شيء بسيط اللي هو التعادل السلبي بين الشباب والخليج، وهذا التعادل رقم 11 في الدوري وما يعتبر شيء بين 198 مباراة. لكن يعني الأهداف الكثيرة عوضتها في الجولة. الهلال والاتحاد طبعا من أمتع المباريات يعني اللي كانت صراحة مميزة، ويمكن هذا أبرز ما في الجولة. يعني الاتفاق برضه يعني أنا فيه لاعب أحب لعبه اللي هو ديمبلي عاد للتسجيل، يعني من الجولة العاشرة ما سجل. أحب لعبه قبل شهرين ثلاثة كذا. أي هو قبل يعني أنا الحين الشهرين اللي راحت هو متوقف بعد الإصابة. يعني تأثر فيها حتى من ناحية بدنية. بالضبط. وأنا يعني الاتفاقين يتأملون منها شيء كثير، فعاد وإن شاء الله أنه يعود للتسجيل ويرجع يكون ينافس حتى على الهدافين يعني. ممتاز. عايض غير الأربعة أربعة. والله شوف هي النتائج يعني زي ما قال الزملاء يعني أغلبها متوقعة، يعني بخلاف نتيجة الحزم والنصر اللي أخذت 8 أهداف، هذه ثلث الأهداف الجولة كانت في مباراة واحدة. مباراة الكلاسيكو طلعت بشكل جميل، سيدها الهلال يعني كنا متوقعين النتيجة. في مباراة الوحدة والتعاون اللي انتهت بالتعادل 3-3 كانت مباراة مثيرة. صحيح مثيرة، وكان فيها يعني فيها تنافس فيها تنافس وفيها كمية أهداف يعني والله ولا تقل أمس. ترى مباراة كانت ممتعة ما بين الأهلي والفتح. اي نعم فيها إثارة كبيرة، فيها إثارة وفيها أخطاء طبعا كبيرة معتادة. فيها إثارة لأنه صراحة لولا حضور الجمهور والمساندة العجيبة هي اللي طلعت المباراة بهالشكل. يعني اللعيبة يعرفون المباراة تطلع بهالشكل من جمهور، يعني لو كان جمهور ضعيف ما كانت المباراة تطلع، خاصة في موضوع الطرد الأهلي ما كان الأهلي بيظهر بهالشكل لولا مساندة جمهوره. هذه حقيقة يعني لولا مساندة الجمهور الأهلي خاصة بعد الطرد تعرضوا له مبكر يعني ما كان الأهلي بيطلع بهالشكل. لكن مساندة الجماهير هي اللي وصلته أنه قاسم الفتح في 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 في, في, في كل المباراة. نعم. طيب إيبانيزو لعبه في خانة المحور، يعني فيه ناس يقول لك احنا طلبنا انه هذا هو المكان المناسب لهاللاعب. طيب مطالبتك انت طالبت فيه محور وانطرد عقب ربع ساعة، يعني دليل مطالبتك ما لها سنع. والله شوف بالنسبة لي قرار غريب والله، انه يعني لاعب قلب دفاع تلعبه محور يعني ومعروف عنه الالتحامات القوية ومعروف لعب المحور يحتاج سرعة، يحتاج كأنك تجهز للطرد قصدك. لعب المحور خليه في المواجهة يعني عنده أدوار دفاعية، عنده أدوار هجومية، عنده عملية الربط تناقل الكرة. يعني أنا أعتقد أن إيبانيز لاعب مدافع قلب دفاع يعني، ولا أعتقد أنه قد لعب قبل كذا محور. لكن هي كانت صراحة كان قرار غريب من المدرب، وشفنا كيف نتائجه. يعني اللاعب خرج في بعد ربع ساعة تقريبا من المباراة في التحامين. كم يعني كم كانت كم الفرق بين لكن بين المؤتمر أربع ثلاث دقائق بين في المؤتمر ذكر ليش كابتن محمد المدرب ذكر أنه قبل كذا لعب محور في بداياته. إيه ذكر الله ما ماني دخل في بداياته. أنا اللي دخل في إنه هذا القرار اللي أنت اشتغلت عليه أسبوع قبل المباراة طلع قرار خاطئ. هو يعني كان متناقض، يعني يقول أنا أبغى أعتمد على الشباب. أنت تلعب لاعب في محور وعندك لعيبة يعني شباب مفروض تلعبهم في نفس المكان. فهو ناقض نفسه في التصريح. نعم. بس ما يمنع إنه المدرب يعني كان له بصمة. لا لا يعني كويس ما فيها أيه. كلام يعني أكيد إنه في بعض المباريات يصير فيها قرار خاطئ. صح. ماشي. طيب محمد. الجولة كانت مثالية من ناحية التسجيل. أنا دائما مهتم بالأندية اللي بقاعدة ترتيب. أيوة. مشاهد من البسطاء. من
من الوحده حتى الحزم نشاهد انه في تنافس. الرياضي انتصر على الاخدود من اشياء يعني اللي حصلت في هذه الجوله. ايضا انا كان عندي كل اللي في الحلقه موجودين خمسه رشحوا الاخدود، بس كابتن خالد قروني بعد والله ما رشح، هو قال عناد يعني ومشت. طبعا الاخدود يعني قدم مبارتين كانت اكثر من رائعه، هذا كل شيء لانه هو زي ما ذكر انه وصل لمرحله انه اليوم يلعب مع رياض اقل من امكانيات من التصور العام، لكن نشوف ابها رجع للانتصارات وكسب ثلاث نقاط مهمه بالفوز على الطائي اللي جعل من موقف الطائي اكثر صعوبه، فبالتالي نشاهد انه النتائج حتى سلبيه الشباب مع الخليج برضو ازمت موضع بوضع الشباب، حتى وان كان الشباب وضعه افضل بعد التوقف، لكن نشاهد انه الجوله هذه كانت جوله فيها تنافس مثير من المراكز من المركز العاشر حتى الاخير. ولكن الموسيماني مع ابها بالمناسبه اكيد وابها وابها حتى المباراه الاخيره يعني صحيح انه مستوياته باكر، بس في تطور مع موسيماني، بدا انه الفريق نوعا ما عنده حضور، لكن طبعا الهلال وسع الفارق بتسع نقاط امام النصر، اكيد هذه من ابرز معالم الجوله. أيه؟ كانت يسجل هدف اول مره في مسيرته بالراس، واكيد أيه؟ انه التقرير ذكر هذا الشيء. نعم. فاكيد ان هذه من ابرز المعلومات اللي حصلت في هذه الجوله، ابرز المعلومات لكن في ايوه في ماكسيمان برضو عاد للتسجيل بعد تقريبا 100 صحيح. يوم او 120 يوم ما سجل بسبب موضوع الاصابه، ما خسر ولا مباراه في الدوري في جده، خسر برا جده، جده ما خسر ولا مباراه. محمد عنده خسر في الكاس، عنده صعوبه في المباريات الجايه، الاهلي بيلعب مع التعاون ثم النصر والاتفاق والاتحاد والوحده والهلال، عنده صعوبه الاهلي غير طبيعيه، فالله يعين المباريات الجايه. ممتاز. اذا خليفه تبغى تقول شيء؟ تذكر لما كنا نتكلم عن الخدود قبل اسبوعين، اي فكنت اقول عن الخدود اغنم زمانك. اي نعم. فوز عشان تبتعد، لان الحزم لو فاز مباراه مباراتين خلاص هتلاقي ال الفراغات قربت كلهم مع بعض. حين الطائي اخذ مكان ابها، ابها ارتفع درجه، وهالسلم حيتغير شوي شوي. نعم. طيب فيه يعني نقطه معينه تبين لك مثلا قوه الهلال على منافسيه، لما تشوف اربع مباريات تنافسيه في الدوري، امام الاتحاد ثنتين كسبها، امام النصر كسب، وأمام الأهلي كسب، يبين لك مقدرة الفريق من الناحية الفنية، وخلينا نقول شبه التكامل اللي موجود فيه الأداء الهلالي في المرحلة الحالية في صفوفه، وتوسيع الفارق تسع نقاط بهالجودة من الأداء، في صعوبة خلينا نقول أنك أنت تنافس فريق بهالحالة الفنية اللي موجود عليها الفريق الهلالي. لكن أنا سألت سؤال قبل أسبوعين عن لاعب حجازي، وأبدأ من عندك محمد يعني بحكم قربك من هالخانة. أنا سألت سؤال قبل أسبوعين، قلت اللي يسوي حجازي هذا منطقيا صحيح، اللاعب تلاقيه في 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 خط الهجوم، تلاقيه في صناعة اللعب، تلاقيه يعني المبالغة اللي موجودة عند اللاعب في في ترك المهام الأساسية له كقائد لخط الدفاع الاتحادي. احنا شفنا يمكن في مباراة الهلال اخطاء كبيرة من الحجازي بسبب هالتصرفات اللي يمكن نبهنا عليها قبل اسبوعين. لا طبعا مو صحيح انه مدافع تلقاه يطلع بالهجمة ويتصرف يتصرف على كيفه، اكيد المدرب لازم يتكلم معه، اذا سواها من راسه المدرب ما تكلم معه يعني المدرب مع احترام يعني ما عنده اي قرار او اي سيطره على الفريق. هذا ممكن يعجب الجمهور، والله يقول لك اللاعب جرينتا مثلا والله رايح يساند الهجوم وجت منها هدف، جاء منها شيء، هذا لكن انت كمدرب ما يمكن تعدي عليك مثل هذه الامور انها خطا. اكيد المدرب حيتكلم معه في الامور هذه. حجازي لاعب كبير كخط دفاع، بس المفروض انه كان يكون قائد في الدفاع ولا يترك خانته ويهاجم، يعني هذا مو شغلك الا اذا اوعز لك المدرب انك تطلع. اوكي تطلع، بس انه يتصرف على كيفه هذه ممتاز. بس هل مدرب الفريق مثلا يعني فريق فيه كانتي وفابينيو وفي رومارينيو وفي حمد الله، هل هو في حاجه سنتر لانه انه يبني هجمه او يصنع لعب؟
والله شوف لا يبني هجمه اوكي من مهامك، لكن انك تتواجد في منتصف الملعب في هجمات مرتده تلاقيك انت موجود جنب حمد الله وتحمس بعد جاب هدفين هو أيوة. وثلاث اهداف اي هذه كلمه شكله ما تليق بخبره اللاعب صح. ولا تليق بالجهاز الفني صحيح هو المفروض انه يطلع بس في الكوره الثابته نعم ما يمنع انه امامه محاور عالمين فابينو كانتي وفيصل قدام الهلال خاصه الشوط الاول قدموا مباراه في اعلى رتم بس اتوقع انه اللياقه نزلت والهلال يعني لياقته عاليه وانهى المباراه في الشوط الثاني ممتاز طيب هذا كل اللي عندكم في الجوله نروح للاهداف تفكر ولا في شيء ها جمهور الاهلي ابو جمهور الاهلي تكلمنا عنه ما في شيء جمهور الاهلي هو كان النجم خير ابو نواف ان الفريق يعني أيوة. في امور غير واضحه بالنسبه لهم على الصعيد الاداري على الصعيد الفني على صعيد الاستقطابات يعني ما حد عارف الوضع ضبابي في النادي ومع هذا الجمهور يحضر بكثافه 44 الف باساليب جديده في التشجيع بحضور حقيقه مغاير انا حقيقه تفاجات انا اللي انا عشت في الاهلي سنوات طويله يعني مباراه امس بظروف الفريق على مدار الايام والاسابيع اللي راحت وبعض يعني التباين في النتائج ومع هذا حضر الفريق لمباراه ثلاث نقاط في الدوري بهذا الكثافه في ملعب الجوهره بعد يعني فتره طويله من عدم وش الضبابيه طيب ما تفاجئ لا انا مو لسبب بسيط لان الاهلي يوم كان في دوري كان الحضور بكثافه كان وأكثر. الحضور طاغي اخوي عايض انا شخصيا حضرت للاهلي انا حضرت للاهلي في مبارياته في الدرجه الاولى اكثر مما حضرت في الدوري انا شخصيا كنت احضر اغلب المباريات في جده شوف والله هذه يعني صراحه يعني تاخذ كريدت عليها هذه لا يعني الا والله انك توقف مع الفريق في هالمرحله هذه هذا طبعا يعني شيء الفريق ممتاز كان بالنسبه الفريق بالنسبة كان لك يعني اكثر حاجه لوقفه كل شخص وكل مشجع وكل منتمي لهذا الكيان في تلك الفتره صحيح. وكيف الاهلي اليوم يعني ولله الحمد يعني يعني عاد الى مكانه الطبيعي شامخ قوي بوجود يعني اليوم اسماء مميزه يعني تخيل مع كل هذه الظروف الأهلي حق مركز ثالث يعني أعتقد بعض التفاصيل البسيطة دفعتها الجمهور وش الضبابية طيب وش الضبابية والله شوف ابو نواف بالنسبة للموضوع أنت قلت عن في ضبابية في النادي وش الضبابية في طبعا يعني يعني إحنا في الفترة الماضية على الصعيد مثلا الاستقطابات في الفترة الشتوية كنا يعني نمني النفس إن يكون في بعض التغييرات المفيدة التطعيمات المهمة للفريق لا تعطيني كلام عام عطني روح مباشر إيه روح مباشر إيش كنا محتاجين مهاجم كان الفريق محتاج مهاجم كان محتاج محور صريح مهاجم قصدك أجنبي مهاجم أجنبي نعم يعني اليوم يعني في هالمرحلة هذه الفترة الشتوية كان في بعض الأسماء خلي بالك أنت اشتغلت في نادي تعرف إيش معنى التغيير في الشتوية يعني هل الآن عشان أنا ما أبغى مثلاً تلوم التغيير في الشتوية دائماً يكون مش على قد التطلعات أيوة الخيارات تكون, في تكون محدودة نعم بس أحياناً التغيير الفترة الصيفية أحياناً التغيير مطلوب الصيف ممكن عندك خيارات أوسع وأفضل أيوة بحكم الفترة والإعداد واو بس أنا أقول كان الفريق يحتاج بعض الأسماء أو على الأقل يعني اسم إلى اسمين كأجانب تتكلم أنت الآن كأجانب أو حتى محليين محل مين أجانب حتى محليين يعني الأجانب يعني أنا عندي اللاعب التركي لحد ما يعني أمس يمكن أول مرة أشوفه يعني على الأقل ما ينطرد كيف لو عنده مباراة ومباراتين فيها أول فيها. في أول الدوري بس أنا أقول كان بالإمكان أبو نواف أنه يعني اللاعب التركي أنا أمس أول مرة أشوف له أداء يعني لا بأس فيه يعني ممكن عشان لعب قلب دفاع أمس واضطر عليه المدرب بحكم الغيابات اللي موجودة لكن يعني كان بالإمكان أنه اللاعب التركي يستبدل يجي لاعب أفضل يخدم الفريق على الأقل في منطقة المحور حتى يجي لاعب محور حقيقي السؤال يعني مو من الحكمة أنه الفريق الآن لما طلع من الكاس طلع ولا عنده يعني الآن إلا الدوري طيب هل من الحكمة أني أنا أخسر فلوس الحين في هالمرحلة صحيح هذه صحيح كلام سليم ولا أستنى وأصبر إلى الفترة الصيفية خصوصا لأني أنا الدوري صعب في ظل الفوارق الفنية لاعب عندك ما راح يخليك تقرب من مستوى الهلال أو مستوى النصر قبل الفترة الشتوية فبالتالي أنا يا أخي أحفظ فلوسي الحين ما أكسر عقود وأتكلف وفي النهاية أدخل الفترة الصيفية خيارات أوسع خيارات أوسع بقوة بس يعني الأهلي عنده احتمال يكون إيقاف فممكن ما يقدر يسجل أو ما زال الأهلي في التدابير الوقتية ما زال يعني ما زالت الأمور أنا قصدي إذا جات الصيفية قد تكون القضية انتهت والتدابير الوقتية ما تقدر مستحيل ما هم دارسينها مستحيل ما هم دارسينها أكيد دارسينها لأنه في بداية الفترة الصيفية
يكون مجهز لاعبينه ويخلص أموره في بداية الفترة. بداية الفترة نعم. إيه. في نقطة بنواف آخر ثلاثة مباريات للأهلي مع الفتح. إيه. خمسة كروت حمراء. يعني من شوي. كثرة الشد في المباريات هذه. إيه. في خمسة كروت حمراء يعني. ضغوط كبير. إيش معنى مباراة الفتح اللي يصير فيها ضغوط؟ خبر هل الأهلي والشباب؟ مثلا الأهلي شباب أهلي اتحاد أهلي الفتح أهلي نصر أهلي هلال إيش معنى أهلي وفتح؟ ما يعني ممكن المباراة اللي في الأخيرة اللي كانت في خسارة الأهلي كانت لها دور عشان تكون المباراة فيها إثارة وفيها ندية في المباراة الأخيرة دي. الأهلي برضو تلقى نتائج كبيرة من الفتح آخر يمكن آخر المواسم رباعية فأكيد إنه في شد من بعض اللاعبين حتى الجمهور بعد شد. الآن تتكلم على السبع لاعبين أجانب ما يدرون وش صار قبل ما يبدا الدوري بساعه الجمهور يشد إيه بس انا اخوك لاعبين عندهم خبره كبيره لكن في شيء ملاحظ في خيارات النادي الاهلي اللي هم المفروض طيب يتفقوا اللي اخذ كرتين ابو نواف إيه؟ اليوم يشوف ايبانيز في مباراه الفتح امس إيه؟ وايضا ديميرال بس هو معروف اللاعب معروف من جاء انه عنده تهور ايبانيز عنده تهور واضح اليوم الاهلي مثلا اللي عليه انه يفكر ايضا نوعا ما بعقلانية وبعيدا عن العاطفة لا ترجعون الملفات قديمة جاملتوا فيها لاعبين ودفعت منها للنادي عليك التقييم الصحيح الثلاث اللي قدام ما هم هدافين مهاريين فنانين بس ما هم هدافين من أصلا في عز مستوياتهم السابقة لا فيرمينيو هداف ولا ماكسيمان هداف ولا رياض محرز هداف هو الوحيد اللي جابه فراس البريكان كان اللاعب المحلي الوحيد اللي كان ينافس على صدارة الهدافين الموسم الماضي وارقام كانت بالمناسبة يعني بشكل غريب امس من افضل مباريات اللي لعب فيها فيرمينيو صحيح مين فيرمينيو نعم افضل مباراه اللي اداها لا هو لاعب كبير بس مو حقيقه يعني ادى بشكل يعني امس في كل الملعب منتشر ويعني وقطع مسافه كبيره في الملعب يمكن لاول مره في المساند الدفاعيه والهجوميه وصناعه اللعب والتحرك بعد الطرد استشعروا بالنقص خطوره الموقف يعني يرجع يغطوا محرز رجع غطي ماكسيمال رجع غطي احنا نتمنى ان شاء الله يستمر هذا المستوى على فيرمينيو يعني لين نهايه الموسم يعني وحنا ورطنا بدل الهلاويه اليوم في الحلقه يعني خلصنا من مدح الجمهور اي لا تهيضون زياده عن اللزوم عندنا مواضيع ثانيه انا كنت بقول صار الحديث يستاهل الاهلي يستاهل ما في شك انه يستاهل بس يعني ما قصرنا صح عموما احنا متفائلين ان شاء الله طيب بنوف برجع بك على نقطه ما دام دخلت ايشي تو تكلمت سألت كابتن محمد عن عدم التحاق ماني من ماني إيه هذه صراحة يعني شيء غريب وللأسف يعني خطأ مشترك إداري فني لو فيه مع احترامي الشديد لو فيه مدير تنفيذي لكرة القدم في هالموقف حتى المدرب لو قال ما بسافر به ما هو على كيف يشيل المجموعة كلها حتى مو على كيف وسط الموسم يعني لو قال المدرب ما أخذه مو على كيف لازم اللاعبين عنصر إداري لأنك أنت أصلا رايح يوم أنت رايح يوم ليش تقطع اللاعب عن التمرين خل المجموعة أصلا يتمرنون مع بعض في 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 تعرف إيش المشكلة في إنه حتى أحيانا المدربين إذا اللاعبين ظهروا في مباريات بمستوى هزيل بأخطاء كثيرة في عدم تركيز تلاقيه يعاقبهم ثاني يوم بتمرين أكثر مما هو راحة أكثر مما هو استشفاء أنت للأسف يعني برضو حتى اللاعبين الأجانب ما أنت قادر تقول يلا أنا بأخذك وعندنا يعني نوعا ما في حزم تجاه اللاعبين النجوم اللي موجودين وهذا شيء واضح سواء داخل الملعب أو مثل هالحالة هذه أو مثل هالحالة هذه كيف الفريق يسافر بدون ما يعمل إيه حساب لهذا اللي نقصته لاعبين زيادة المدرب لو كان متراخي في مواضيع معينة لو فيه مدير صاحب شخصية ما أسمح له في مواقف معينة ما أسمح له يتراخى في أشياء أناقشه وخاصة في موضوع السفر والتنقل وترك لاعبين وما هم يتبرنون ممتاز لكن المدير التنفيذي عنده مسؤولية كبيرة في اللي صار في الصين لا ما هذاك الرئيس التنفيذي انا اتكلم بغض النظر سواء المدير التنفيذي ولا الرئيس التنفيذي لا انا اتكلم عن المدير حتى الرئيس التنفيذي حتى الرئيس التنفيذي الان ما هو يتحمل مسؤوليه موضوع الصين فشل المعسكر اي بالكامل ممتاز
حاجة زي كذا هل هي مثلا بعيدة عن الرئيس التنفيذي أنه القائمة من حيسافر إلى ما حيسافر؟ يدخل فيها شو ما يدخل لا فيها؟ لا الرئيس التنفيذي ما يدخل فيها. عفوا بس يا غالي هو يتدخل في أشياء ثانية، يتدخل في موضوع المكافآت كيف ما يتدخل؟ يتدخل في موضوع أبو نواف مين اللي شال مدرب عفوا مين اللي شال مدرب الاتحاد؟ فأنا بجيك رئيس تنفيذي. أنا بقول لك أبو نواف إيه؟ احنا نتكلم بشكل احترافي ولا نتكلم انه واقعي؟ انا ترى كلمه احترافي ومدينه حالمه هذه ما ابغى واقعي خلاص. ابي واقعي. لا واقعي خلاص كل شيء جائز. اذا واقعي شيء جائز. كل شيء جائز. الخطا لما يصير في منظومه فيها رئيس تنفيذي هو اللي يصير مسؤول عنها. ما في ما يمكن اني اجي اقول والله تعال الموظف الصغير هذا هو اللي ابو نواف يعني هذه الف باء اداره رياضيه في الانديه. يعني انت تتكلم عن الرئيس التنفيذي منظومه كره القدم في مسؤول عنها ما دام ان فيه شخص مسؤول فيه مسمى مدير تنفيذي متواجد. الامور الاداريه بمنظومه كره القدم عنده. انا احاسبك رئيس تنفيذي ما اجي اقول اروح للرئيس المدير التنفيذي وللمدرب اقول من اللي مسافر. لا 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 عفوا تعال انت الان بترفع تقرير عن هالرحله هذه للرئيس التنفيذي تقول والله احنا رايحين كذا واحد كذا ثلاثه اربعه خمسه وهذه خطواتنا وهذه اجراءاتنا وهذه امورنا. انت الان لما تقرا وتشوف انه فقط عندك خمسة لاعبين أجانب اللي رايحين وفيه اثنين موجودين ثلاثة موجودين أو ما سافروا مع الفريق هنا وش دورك كرئيس تنفيذي يعني؟ إيه أنا وش دورك إذا مرفوع لي إيه حتى إذا مرفوع لي إيه؟ المدير الفني والمدير التنفيذي لكرة القدم نعم. مجيزين لي هالتقرير إيه؟ ما أتدخل. لا لا عفوا أنا شلون حاسبهم أجل تعال يا أخي قنعني حاسبهم بعد لا حاسب لي طرف تطير برزاقها يعني اليوم أنا الآن صار بعد صح ولا لا اليوم صار بعد أي اليوم طال عمرك اللاعب تم استدعائه الساعة 8-9 بالليل عشان يروح ترى يمكن ما حضر التمرين الآن تو وصل يمكن ما تمرن الآن تو ما تمرن لا لا لازم يدخل التمرين يا حبيبي أمس احنا نعرف انه تدريب استشفاء يعني ما كان بعد مباراة الحزم لكن انا علي من انه تعال هي صارت الآن تقول انا مثلا ما ححاسب الا بعد صح؟ طيب هي صارت اليوم تم استدعاء اللاعب ورايح بطيارة خاصة يعني الآن تكاليف مالية اهدار فيها. إذن هنا الرئيس التنفيذي تعال يلا حاسبني بتحاسب المدرب بتحاسب المدير التنفيذي طيب من باب أولى أنا كرئيس تنفيذي ما أجي أنا طال عمرك أشوف المشكلة واتفرج عليها وأقول والله أنا احترافي ما عندي مشكلة إلين تخلص وتصير بعدين أقول لا بحاسبكم. طيب يعني ما هو بصحيح ولو سألهم إيه؟ وقالوا لا هذه قائمتك لا ما هو بصحيح يرفض طبعا لا يا عائل أخي عائل سؤالي أنا الآن رئيس تنفيذي سألت سؤال بسيط للمدير التنفيذي وللمدرب والمدير الفني قلت لهم يا جماعة الخير أنتم ماخذين خمسة جاء واحد نزلة معوية جاء واحد إنفلونزا من هالخمسة إيش بتسوون؟ اعتقد انه ما في اجابه مقنعه ممكن يقولوا لك لا والله ممنوع يصير يمرض او ممنوع يصاب. يا اخي الخطا واضح مشترك ويتحمله الرئيس التنفيذي انه موافق على هذا الشيء بالاضافه الى المدير الفني والمدير التنفيذي. هذا اذا كان ما تقدر تعفيهم مسؤوليه عن القائمه. هذا اذا كان سال عن هذا كان سال القائمه هذه مشكله بعد يعني انا اقول لك بكل صراحه نواف العقيدي معاهم ترى برضه ينطبق عليه. لا لا ممكن يكون في قرار الاتحاد انه ممكن يلعب ولا لا 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 مو بلا ما في انا انت تفترض يعني انت ليش تخليه في الرياض مثلا لا بس خلاص انت واحد مستحيل بيشارك في فرق انت الان لما تقول في امكانيه للمشاركه وفي لاعب موقوف يعني. مستحيل انه بيشارك فانا ما اخذه لكن الشيء المتاح بالنسبه لك اللي مفروض انت تسويه ماشي في ابو نواف في نقطه بس قول في بعض المدراء يقول لك انا ما اشيل اللاعب عشان لا يكلفني غرامه ينزل الملعب في يوم المباراه وياخذ عليها غرامه فيقول لك خليه انا في الرياض مثلا لا في فكر كذا لا لا هذا فكر مع احترامي الشديد ما له علاقه انت يعني تضبط اللعيبه الغرامه حملها اللاعب ال20 الموجودين يعني. في القائمه هم اللي يدخلون الملعب اي لاعب خارج القائمه يدخل ارضيه الملعب عليه غرامه لا يدخل ارضيه الملعب ففي بعض ولو دخل طبق عليه اللائحه الداخليه والغرامه اللي اخذها يدفعها تقصد من حناخذ فاصل ونرجع نكمل معكم ما تبقى من الديوانيه
السالفة؟ سعد طلع مطلق جدة فوزية. يعني خلوه غير ترعية. يلا لا تحاكمني، يلا لا تحاكمني. أنت تدري إن ولدك مطاق بالمدرسة؟ لو سمحتي تطقينا، ما طقونا 100%. طقوه مرة ثانية؟ شويش يا أخي شويش. لحظة لحظة لحظة. وشو نرجع؟ في هل تران جسو كلم مكانس ما انت طبيعي ترى على اخذ دمع يا خيري كلمني يا امي بنا الى البولي رحبوا معاي فارس البرتان شعبه ولد معونة الغير مهمين Saudi, this is so big that you can explore and I think you are never tired. You've got that good blend now where you get to experience the Arab culture but also all the events that are happening. I feel like this culture resembles a lot my home. This is the best place to be today. I always tell my family and my friends, please do come visit us. Visit Saudi Arabia. الجزء الأخير من الديوانية، أهلا وسهلا بمتابعينا. حنتكلم عن التوب 5 أجمل 5 أهداف اللي اختارونها زملائنا في الإعداد. نتابع الأهداف. استلام من كويتبي الى موسى بارو في مساحه، موسى انطلق سريع، موسى يا سلام راح راح بارو 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 الله 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 هدف التعادل لمصلحه التعاون. اي تحرك، اي سرعه، اي انطلاقه، اي هدف يا شاموسكا. هو موسى يسجل الدول دي في على جهه اليسار الغامدي بكره عرضيه خطيره بالراس روعه 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 يا عميد يخسرون الكره ولن تنفيذ السريع وماكسيمال السريع عدى صوب الله شكراً للزملاء في الإعداد على هذا الاختيار اللي يوهق. ولا لا يا دكتور جمال؟ أكيد صراحة المهمة صعبة اليوم الاختيار. يلا لكن الله يكون في عونك. من رقم 5 ولا من رقم 1؟ أبدأ معك. أبدأ أنا 1 2 3. 1 سعود عبد الحميد. 2 ماكسيميان.
ثلاثة كانتي. كانتي يعني خيارات الإعداد طالعة كذا هي. أول عكس أنا جاءت إيش؟ لا أول أول لا أول هدف في اختيار الإعداد هو هدف سعود عبد الحميد. أي. الثاني ماكسيمان والثالث كانتي. الرابع هدف التعاون، الخامس الهدف الوحدة. نفسه أنت اللي أنت اللي مشتغل معهم. ها إيه. أنا متفق كذا. عبد الرحمن إيش رأيك؟ والله ماكسيمان هدفه صراحة إبداع، وحتى توقيت ظروف المباراة يعني هذه ترى يبغى لها تركيز ذهني عالي. لاعب صراحة سجل هدف عالمي ممتاز. فهد من الثاني الهدف الثاني الأول داري رهيب. الثاني أعتقد سعود عبد الحميد. في يعني تعامل يعني مهارة فردية، توغل، شجاعة من اللاعب يعني الدخول والتسجيل. والثالث هدف كانتي. ممتاز. طيب ما عددنا الثاني والثالث؟ الأول ما يحتاج داري. هي قريبة من بعض. سعود عبد الحميد فعلًا هدف. سعود الثاني. سعود الثاني. والثالث الكانتي. طيب كابتن محمد. أنا بما إني ظهير. إيه. سعود عبد الحميد. إيه. بعدين ماكسيمان. بعدين كانتي. نفس ممتاز. نفس الترتيب. طيب عايض لاحظ الورطة اليوم إن الثلاثة مو ما فيها تشابه. إيه. شيء تسديد، شيء بالرأس، وشيء بمهارة. يعني صحيح. ورطة جامدة. صحيح. يعني صراحة كل الثلاثة تقدر تعطيهم في الجولة ذي الأهداف فعلا اللي اختارها الزملاء في الإعداد. يعني لا هم بعد اللاعبين ما قصروا فينا ذا الأسبوع. اي صحيح. ايه. انت ايش رأيك؟ ماكسيمال الأول. سعود الثاني. يعني أنا وكانتي الثالث. كانتي الثالث. نعم. محمد ماكسيميان الأول زي ما ذكر عبد الرحمن، أخذ الفكرة اللي كانت كنت بتكلم فيها، التوقيت والحضور الجماهيري والنقص. صبر صبر كل هذا التشخيص ما له سنة. لا لا الهدف الحين الآن لو لو لو, لو هدف ماكسيميان ما في جمهور مو بطالع حلو. لا الهدف طريقة طريقة تنفيذه ووضع والتوقيت كان توقيت صراحة مهم للأهلي رغم النقص. نروح نروح للهدف الثاني. أنا متفق مع الزملاء إنه ماكسيميان بخصوص إنه بخصوص العشرة وكذا الوقت هو صراحة كان صعب. الوقت كان صعب وخصوصا إنه الفريق ناقص يعني الوقت الصعب في جمالية اتحاد الرجال. لا لا يعني هو بيرجح أحيانا مع الشد العصبي جمالية الأهداف هذه اللي عرضناها لا تتعلق لا بتوقيت ولا بمناسبة ولا بشيء. يعني لما يصير في تقارب مثلا في الأهداف تقدر تقول والله أنا أعطي الأفضلية هنا عشان هجاب عشان هذا الهدف جاب بطولة أو عشان هذا الهدف جاب ثلاث نقاط من المنافسين. صح. انت كل ده اللي تقوله ما له دخل في الموضوع. لا شوفه بروح اذا في تشابه ترى في هدف تشابه هدف كانتي ايه وهدف كاسر لاعب التعاون. لا لا, لا 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 بس انت تتكلم على طريقه صراحه الجماليه دايزي. الجماليه في الـ في الـ في السباحه يعني كانت صراحة في تشابه يا ابن اوف. شوف ما فيها يعني تشابه يا رجال. وين جابت شفت طيران كانتي ومن وين المسافة. وبعدين انت لاحظ شيء ثاني بعد في مين الهدف في بونو يعني كلها وين ما طقها هو هدف في تاريخه بالرأس وبالرأس وجابه بهذا الشكل. فأقول يعني في يعني المركز الأول في تقييم الأهداف أكيد إنه ماكسيميان في الترتيب الثاني هدف سعود مهارة البينية كانت يعني جميلة جدا. الشيء الهدف الثالث أكيد نعطيه كانتي. أكيد كانتي. أكيد. ما قصرت يعني. ترى هدف سعود فيه كانت تمريرة حقت سابتش. يسمونها باصة مو عيون جماعية. يسمونها بلاين. هذا هدف كانتي. شوف كيف السباحة تقارنها بحقة شو اسمه. في الإعادة بتوضح. ولأن أول مرة يسجل هدف بالرأس وحركة حلت الهدف أكثر. هذا عندنا الهدف من خيارات الشباب الثاني هدف الحين سعود حمود سعود عبد الحميد سعدون حمود. إيه سعدون الله يمسيه بالخير. سعدون حمود سعدون حمود ولا لاعب جاب اسمه صح. طيب شوف كيف الجمالية هنا في التمريرة والمهارة هنا زيادة. يعني تحكي عن جملة وتحكي عن مهارة من سعود عبد الحميد. التمريرة خرافية من سافيتش. ها في أي تغيير في الموضوع يا شباب؟ لا طيب. لا ما في ماشي. عموما كل الأهداف صراحة
لها خاصيتها، وزي ما قلنا الورطة اليوم بأنه الأهداف غير متشابهة، كل هدف بأسلوب مختلف عن الآخر. قبل ما أروح الأخبار أباخذ توقعاتكم مباراة العين والنصر بكرة، إيش تتوقع الدكتور؟ النصر 2-0. النصر 2-0. عبد الرحمن؟ تعادل 1-1. تعادل. توقع فوز النصر 2-1. 2-1. كابتن محمد؟ والله إن شاء الله النصر بإذن الله 2-1. إن شاء الله. أتكلم قبل التوقع ولا 2-1؟ شو أتكلم قبل التوقع؟ لا يعني المباراة بكرة على 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 وضع النصر في المباراة الأخيرة. مباراة بكرة أنا أشوفها مباراة لاعبين زي ما قال كابتن محمد بالدرجة الأولى، خاصة في وضع النصر بعد المباراة الأخيرة. يعني أنا أقول إنه النصر ما راح يسجل، لو فاز ما راح يسجل أهداف كثيرة، ممكن يكون 1-0. أنت هذا يعني توقع، توقعك الصدقي وشو؟ توقعك الصدقي وشو؟ إحنا عارفين كلكم سعوديين وكلكم تمنون فوز النصر. والله لا هذا 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 أنا بالنسبة لي هذا توقعي. وجهك مو بوجهه اللي بيفوز. مو بوجه اللي يفوز. ليش؟ أنا بلعب بكرة. لا واضح إنك متردد. لا لا. متردد. لا لا لا. كل الشباب مرت عليهم. كل الشباب مرت عليهم أخذوا ثانية. في بكره ولا وجهي ولا موجهي مؤثر على اللاعبين في غرفه الملابس. لا لا انت ترى هذا اللي اقصده، اللي اقصده انك انت وملامحك تقول شيء غير 1-0. ايه هو صحيح ملامحك تقول، عشان كذا انا قاعد اقول ايه ملامحك تقول، لكن لان فيه لاعبين وجودتهم كويسه في النصر انا اقول انه بكره ان شاء الله النصر بيفوز. طيب هذا اخر كلام، آخر كلام إن شاء الله. 1-0. محمد؟ 1-1. 1-1 تعادل. طيب عموما نتمنى إن شاء الله توفيق للنصر وأن يعود بنتيجة إيجابية من هذا اللقاء. نتابع معاكم آخر الأخبار الرياضية. لمي في جازان في دوري البرائم 13 عام الذي تم استحداثه هذا الموسم، يتصدر ترتيب المنطقة مع مشاركة 6 أندية، وتبلغ عدد المواهب المسجلة في المركز 70 موهبة، فيما سجل المركز في المواسم السابقة ومنذ انطلاقته 62 حركة انتقال للاعبين إلى الأندية. يرتدي فريق النصر طقمه الأساسي في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا أمام نظيره العين الإماراتي، والذي سيرتدي طقمه الأساسي أيضاً، وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي جرى في المدينة الإماراتية. أعرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق النصر في المؤتمر الصحفي لذهاب ربع نهائي آسيا أمام العين بأن المباراة مهمة رغم صعوبتها، ويعمل بكل جدية لتجاوزها، موضحا بأن النصر لديه مشاكل دفاعية ويسعى لتصحيحها. وعن الحراسة قال: نحن مضطرون لمشاركة أسبينا رغم عدم جاهزيته. ذكرت الصحيفة الرياضية نقلاً عن مصادرها الخاصة بأن مشاركة مدافع الهلال حسان تنبكتي أمام الاتحاد في الذهاب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا باتت ضئيلة لعدم اكتمال جاهزيته. ومن المرجح أن المدافع السنغالي كوليبالي سينضم للخماسي الأجنبي لتعويض غياب تنبكتي. أعلن دوري روشن عن اختيارات الفريق الفني في الرابطة لأجمل 3 أهداف في الجولة 22، وشهدت مباراة الهلال والاتحاد هدفين تم اختيارهم، وهم هدف الفرنسي أنغولو كانتي لاعب الاتحاد، وهدف سعود عبد الحميد لاعب الهلال، فيما تم اختيار هدف الفرنسي سانت ماكسيمان لاعب الأهلي، وسيتم إعلان الفائز بهدف الجولة عن طريق تصويت الجمهور عبر منصة إكس. توج معيض الشهري عضو مجلس إدارة اتحاد القدم فريق برائم النصر تحت 13 عام بكأس الدوري السعودي الممتاز لدرجة البراعم، حيث جاء التتويج بعد فوزهم في مباراتهم أمام الشباب على ملعب النصر في الجولة 17 قبل الأخيرة. أيضا من الأخبار المزعجة أيضا مش فقط لاتحادين إنما لمحبين المتعة، وطبعا إصابة بنزيمة واحتمال ابتعاده
مدة شهر عن مشاركة فريق الاتحادي. خبر برضو غير جيد للفريق الاتحادي اللي أمامه مهمتين صعبة، مهمة في الرياض مهمة في جدة. أكيد الإصابة أزعجت كثير المدرب جالاردو، خصوصا أنه كان يعتمد عليه في مباراة الذهاب من دوري أبطال آسيا. اليوم بنزيما لا يمر يعني في أجمل مراحل مع الاتحاد، قبل الإصابة كان مستوى غير مرضي للجماهير الاتحادية، اليوم يفتقدوا الاتحاد ويفتقدوا في وضع جدا حساس. المدرب جالاردو في المؤتمر الصحفي الأخير ذكر عدة نقاط، من أبرزها إنه العنصر الأجنبي اليوم في الاتحاد ما دعم بشكل جيد في الفترة الشتوية، خصوصا إنه ذكر إنه القطار قد يعني سار. فاليوم إحنا في تحت أمر واقع، خصوصا إنه ما نملك اللاعبين اللي عندهم الحلول مثل نادي الهلال، فالوضع صعب نادي الاتحاد. بنزيما أرقام اليوم ما هي الأرقام اللي تمناها جمهور الاتحاد وحتى الجماهير الرياضية عامة في المملكة العربية السعودية. الاتحاد راح يدخل المباراة بوضع مشابه تماما لمباراة الذهاب أو الإياب بالدوري، باستبعاد فقط للويز فيليبي، عودة فواز الصقور، عودة مدلل العليان، عودة سعد الموسى لخط الدفاع راح تعطي اطمئنان نسبي للمدرب جالاردو اللي ارقامه الدفاعيه ارقام ضعيفه جدا مع الاتحاد. تتكلم عن منذ قدوم جالاردو في تقريبا من مباراه الاتفاق يستقبل اكثر من 24 هدف، يسجل 29 هدف، اكيد رقم كبير جدا في مباريات اعتقد انها 16 مباراه. بس تلتمس للعذر بسبب الغيابات الإصابات عنده يعني تتكلم على 4 أظهرة يا شيخ، 3 سناترة، أكثر من 3 سناترة، 4 ترى، وصل إلى عدد إلى 4 صحيح. يعني أنت قاعد تتكلم ولو هذا الفريق خذ 27 أقول والله مدرب ما أقدر أقول له شيء عشان كم الإصابات في خط الدفاع. أحيانا لابد أنا أو يعني لازم يكون عندي حلول. إيه؟ أنا كمدرب عندي منهجية واضحة، يجب أن يكون عندي وضع أفضل مما كان عليه في السابق. يا غالي شفت كلمة يجب ذي، ترى إحنا يمكن في الجمهور الرياضي نقولها وصراحة إحنا نسولف فيها شوي، صح. ما بكلمة يجب ذي، ما في شيء اسمه يجب. لا بس شوف اليوم يا أخي في عندك مشكلة كارثة في الفريق. لا أنا في واحد والله العظيم أقسم بالله من كثر ما شفته يلعب في ما أدري وش يلعب الحين، ما أدري وش هو، ظهير هو، جناح هو، ذا ايش اسمه كادش، مروان الصحفي، مروان الصحفي، والله ما ادري وش خانته الحين. هو لاعب ظهير ولاعب جناح ولاعب طرف يسار، يعني رجل انت قاعد تتخيل يعني كم المشاكل اللي تمر به الفريق الاتحادي في النواحي الدفاعيه. انا اتكلم عن مباراه الهلال الاخيره، بتكلم بتحديد بجزئيه الضغط العالي. مدرب جيسوس تجاوز الاتحاد في مباراتين بنفس الفكرة، ما قدر يستوعب جيسوس. المدرب جالاردو، لا أتكلم عن جالاردو، ما قدر يستوعب إنه جالاردو في مباراة الذهاب استغل الضغط الكبير للمدرب نونو سانتو في مباراة الذهاب في الشوط الأول، وقدر يتغلب عليه في الشوط الثاني بطريقة واضحة. بس الاتحاد قدم شوط ممتاز في الشوط، قدم شوط ممتاز، يعني يمكن ترى من المرات القليلة اللي تشوف نوعا ما الهلال ما هو لاقي ذيك الحلول في المباريات المعتادة اللي احنا شفنا فيها الفريق الهلالي. إذا في عمل، الانهيار صار في الشوط الثاني، وهذا هذا شغل مدرب. ما نبغى نرجع ايضا الاخوان يقولوا لي انه الاتحاد اعلن عن خبر اصابه احمد الغامدي، اصابه جديده هالاسبوع، يعني الحين احنا قاعدين نعلن على الاتحاد تحديث اسبوعي على موضوع الاصابات. هذا امر صعب اليوم، انت يعني ما نقدر نقول يجب يا جماعه استقطبت اللاعب انه يكون اضافه. الاصابات وارده زي ما ذكرنا اليوم، اصابات وارده، لكن انا لابد كمدرب لا يجب ان يكون عندي خطه على الاقل ادخل المباراه بوضع افضل المباراه السابقه ابو نواف. اليوم انا عندي مشكله كبيره محمد يا حبيبي، معليش بس انا معليش افهم ان المدرب يجب كلمه انه والله اذا اصيب عندي 2-3 لاعبين اقول لا والله انا فريق كبير، فريق بطل الدوري الموسم الماضي، لا يعني اقدر اتعامل اقدر اتصرف. لكن هالكم ما يصير يا شيخ، ما فيه نادي اعتقد يمكن في العالم مر باصاب بهذا العدد من الاصابات وفي مركز واحد مثل الاتحاد. يعني كمان هذه لازم نفكر فيها احنا الجماهير، لازم الفريق يفوز ان شاء الله ينحرق بس يفوز،
في اصابات ما فيه اصابات مو صحيح ولازم المدرب يتعامل. لا شوف المدرب ذكر حتى هو شو المدرب كذا يعني في طيب خليني اسال على نقطه انت ذكرتها حساسه برضو دكتور. ايش تفهم انا ترى جيت والقطار ماشي ايش تفهم منها؟ انه انا ما بدات من البدايه يعني انا ما ركبت من المحطه الاولى جيت في نص لا 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 الطريق اللاعبين الموجودين انا ما كان عندي مو انا اللي اخترتهم وفي النهايه وشو مثل اللي انا ماني مقتنع فيهم اي كذا. والشيء الثاني طبعا ما حد اللي يمكن قبل التوقف الاصابات اللي كانت موجوده في الفريق الاتحادي لدرجه انه في مباراه النصر ما كان عنده احد يلعب مدافع يعني اضطر يلعب اللاعب الاجنبي هو اصلا محور لما ترجع مدافع ما يقدر يشيل لو اضطريت 10 دقائق بسبب طرد او شيء لكن يشيل لك مباراه كامله ما يقدر ما قدر هو لذلك ممتاز. كان سبب الخساره طيب. انه انطرد وتسبب في بلنتي ممتاز انا على يعني موضوع الاتحاد وعلى الجانب انا في لاعب اعتقد انه يعني اعطى ما عنده للاتحاد اللي هو رومارينو يعني له 6 سنوات شوف من يجيد ابو نواف اللاعب اللي خلاص اعطى افضل ما عنده هذا الهلال يختار في الوقت المناسب يعني شوف جوميز كويلر كاريلو لاعبين الجمهور زعلان انه راح مع ذلك خلاص اخذ افضل ما عنده وجاب افضل منه فرومارينو اعتقد يعني الى خلينا نقول الموسم الماضي سجل 13 هدف وكان جيد اعتقد الموسم هذا كان يعني بشكل غريب بس تراهم عبد الرحمن تراهم بعد يعني في عوامل ثانيه تراهم جاك الذيب جاك ولده يعني تراهم بتمشي من تماشي فاوضة لا تفاوضة بحيث هذا عامل مهم للاعب يعني وضع مو سهل ترى بالنسبة للاعب هو كان كل شوي تجلس عليهم معه في المفاوضات بتمشي إعارة بتروح انتقال كل هذا طبعا يفقد اللاعب صحيح بس هو كان من الخيارات اللي يعني كان بيروح أعتقد كمل الناقص المدرب هالتصريح لا هو المدرب مو بكمل الناقص بنواف المدرب يقول للشارع الرياضي الاتحادي بس انا في النهايه مو بدورك انك تقنع الشارع الحين وتخسر لاعبينك اي هو مفترض ان اخر موسم انت قائد لنهايه الموسم ذاك الوقت لما تطلع من الخلاص مع عندك في جمله ذكرها انه في ذكر في جمله في المؤتمر الصحفي الاخير في لاعبين انا ماني معتمد عليهم وهذه نقطه مهمه ايضا ذكرها في المؤتمر الصحفي يعني اليوم انا كلاعب وارى مدرب ذكر إنه في لاعبين هذا عدم ماشي عشان الوقت فهد في اللي قاعد يصير الآن بحكم تواجد مدربين أجانب في ليفل ترى يعتبر عالي في دورينا أيضا مدراء تنفيذيين أجانب في تجربة أوروبية إحنا الثقافة نوعا ما عندنا شوية مختلفة من يروح للثاني يجونهم ولا إحنا نطلع لهم ولا إيش نسوي سؤال جميل أبو نواف الآن إحنا محتاجين إعادة هيكل ريستركتشرنج للوضع في داخل الأندية العمل الإداري لابد يعاد هيكلته بطريقة يعني ما يتأثر فيها العمل ويكون فيه يعني رؤية واضحة لازم ما يكون في تعارض في المهام ما يكون في تداخل في المهام تكون المهام واضحة أكثر أنا لو سألت أي أحد اليوم في الشارع الرياضي راح يقول لك مدير تنفيذي رئيس تنفيذي مدير رياضي يعني حقيقة هي كلها أمور محتاجة توضيح أكثر وعلى الأندية أنها يعني تعمل في هذا الجانب يعني لصناعة قرار وإحنا نحتاج لنا تحديث صحيح ما في شك يحتاج لنا نعم ناقش المدرب ذي مفروض معدن نضطري مفترض ماشي يعطيكم ألف عافية شكرا لحضوركم في الحلقة استمتعنا نتمنى إن شاء الله أن تكون حلقة أعجب فيها متابعينا نتمنى إن شاء الله توفيق لممثلنا النصر في مباراته اليوم أمام العين الإماراتي يجدد موعدنا معاكم اليوم الساعة 11 مساء تصبحون على خير
يلا يا شباب جاهزين؟ 5 4 3 2 فضل. الحلقة من أجمل ما يمكن، ألف شكر من القلب. أن يأتي مثل هذا البرنامج المخيال لكي يؤصل الفكر العلمي لإيصالها للناس، هذا اعتبر فكر جميل وجديد وفكر نوعي. يعني عبد الله طلع أشياء من عندي الله يستر ما أدري. كثير حريصين كلكم، الصوت والإضاءة والمصور والكاميرا والمخرج، الشغل جميل جدا. هذا حنا في مخيال، ومخيال مستمر، لكن هذه المرة بخيال رمضان. انتظرونا في شهر رمضان المبارك على شاشة السعودية.